لا يزال قرار تركيا تحويل معلم آيا صوفيا التاريخي إلى مسجد مثار ردود أفعال دولية رافضة للقرار، وذلك على الرغم من ارتياح الأوساط السياسية الداخلية والشارع التركي بمعسكريه المعارض والمؤيد لخطوة حكومة حزب العدالة والتنمية من هذا القرار الذي جرى بموجبه تعديل أهم الرموز الأثرية في إسطنبول بعد أكثر من 8 عقود. وفي حين تتواصل الاعتراضات على مصير آيا صوفيا من الغرب والشرق على اعتبار أن ذلك يحد من احترام تركيا للأقليات وفق ما يلمح المعترضون، تشير إحصائيات نشرتها وكالة الأناضول الرسمية إلى تقدم تركيا عدة أشواط على الغرب في موضوع حماية دور العبادة للأقليات. الإحصائية ذكرت أن تركيا تضم 435 كنيسة ومعبدا لنحو 181,000 مسيحي وحوالي 20,000 يهودي، وهو ما يشكل أكثر من 4 أضعاف عدد أماكن العبادة المخصصة للأقليات المسلمة في أي من الدول الغربية. وتشكل الأقليات من الطوائف الدينية غير المسلمة حوالي 0.4% من السكان في تركيا، ما يعني وفق الإحصائية وجود دار عبادة واحدة لكل 461 شخصا من الأقليات مقابل وجود مسجد واحد فقط لكل 2000 مسلم في أي من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. وكان بابا الفاتيكان فرانسيس عبر الأحد عن حزنه جراء إعادة فتح مسجد آيا صوفيا للعبادة، بينما أعاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التأكيد على أن الأمة التركية هي صاحبة القرار بشأن وضع آيا صوفيا وليس الآخرين، مشيرا إلى أن ما يقع على عاتق الدول الأخرى هو احترام القرار المتخذ وفق تعبيره.